كما راك تشوفوا ستتم عملية التلقيح. بالنسبة لواش مضى؟ بالنسبة للتلقيح أستغازينيكا. هذه هي الخطوات اللي تتبعوها. هذه هي الخطوات. هذه الخطوة للأخر الفلاكون كيفاش يقولوها بالعربية. الجرعة فيها 10 دي دوز. دي دوز. الفلاكون فيه دي دوز. في 10 جرعات وكل والدوز 0.5 نرفدو من الفلاكون اللي راحت لي كاع الهضره بالعربيه. الفلاكون فيه دي دوز. خليها ان بون مومون تري بيان تري بيان يعاود يولي 5 سيمان 5 سيمان يعاود يولي الجرعه الثانيه والجرعه الثانيه سي لو ميم فاكسان سي لاسترازينيكا اون كا دو فيف حمى ولا خذ دي باراسيتامول وقعد ريح نصف ساعه يفو با كيتي لي ليو لو طون يعطوك لا كارت ديالك. ميرسي صح بارك الله فيك. اولا هذا ليس استئناف بل استمرار. نحن لم ننقطع عن تلقيح المواطنين سواء بكل انواع اللقاحات التي وصلتنا سبوتنيك استرازينيكا سينوفارم سينوفاك. اقل شيء نجوزو 70 انسان. هذا شوف لي ديرني جور تاع رمضان الناس ما كانوش يجوا بزاف. كنا 70 انسان ملقح هذيك مفروغ منه. لو البارح 100 وزياده نقدروا نلحقوا 190 نلحقوهم نورمال. بعمليه تلقيح المواطنين التي راهي تتم في ظروف عاديه وهناك اقبال كبير من المواطنين. ونطلبوا المواطنين بلي يكونوا متجاوبين معنا في عملية التلقيح باسكو هناك إقبال كبير من طرف المواطنين. وحنا رانا عممنا عملية التلقيح في عدة سنتر دو فاكسيناسيون مؤسسات جوارية. لازم نقولوا المواطنين ما يتقلقوش راح يجي دورهم باش يديروا عملية التلقيح وكل واحد يروح لو سنتر وين يسكن باغ اكزومبل البلديات تاعهم البلديات باش نقصوا الضغط في المؤسسات تاعنا.